وبشأن فشل البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان السياسي العراقي المستقل لطيف الربيعي. سيد لطيف، مرحبا بكم. بداية، لماذا يفشل البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية؟ أين الخلل سيد ربيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدين الكرام. بداية اسمحوا لي بربع دقيقة أو 20 ثانية أنا أتحدث باسمي وللرافدين بأن أعلن أن ترامب الرئيس الأمريكي قد ألقى أسوأ خطاب في تاريخ الولايات المتحدة وفي تاريخ الأمم المتحدة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية أن يتعظوا. انتهى. والآن نعود إلى الشأن العراقي المخترق المتهالك. السؤال كبير والإجابة أيضا كبيرة، وأيضا نصغرها ممكن. بدءا أن العملية برمتها فاشلة وساقطة صراحة، لكن الآن رأيه رأي السياسي معارض 100% للعملية السياسية بكل مكوناتها. ولكن كتحليل سياسي أن الحزبين الكرديين لأنهما اتكأ على أجندات خارجية، والدليل على ذلك أن البرزاني في مقابلة أخيرة كان متجهم وزعلان جدا، خلينا نحكيها بهذا الشكل، على الدور الأمريكي بشأن الاستفتاء، وهذا ما يعطي مؤشر كبير على أن التدخلات الخارجية والقرار السياسي حتى للأكراد هو نابع من أجندة خارجية وبمصالح خارجية وليست مصلحة وطنية بالنسبة للأكراد. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، الصراع هو الصراع دائم ومنذ زمن، وصراع دموي بين الحزبين الرئيسيين، وهناك أيضا برزت قوى سياسية كردية تحاول جهد الإمكان أن تنحى منحى وطني إلى حد ما، وهذا طبعا هذا يحسب لها. طيب، ولذلك يعني التناحر والتحارب بهذا الشكل هي نتيجة سوء صراحة سوء المحافظة وسوء العملية السياسية برمتها. لو كانت عملية سياسية وطنية حقيقية لكان العراق سواء كرديا أو عربيا أو ما شابه ذلك لا ضير في ذلك، ولأنها عملية يعني عملية سيئة وقذرة صراحة برمتها، ويزعل من يزعل يعني. ولهذا نشوف كل هالأمور نتوءات فيها، حتى البرلمان فيه نتوءات، في شكوك، في تشكيك، في يعني مجيء رئيس البرلمان السيد الحلبوسي ايضا رافقته الكثير من الحكايا والكثير من القصص والكثير من الاتهامات والكثير من الشبهات، ولهذا فالعمليه السياسيه برمتها صراحه قذره وفاشله، وعلى الراي العام وعلى الدول الجوار عليها ان تعي جيدا ان الشعب العراقي الحقيقي يرفض هذه العمليه برمتها. علينا ان نبحث بسبيل آخر أن ننجح، إذا أردنا أن ننجح للعراق، إذا نجحنا للعراق سننجح للمنطقة كلها. وبذلك يعني هذه التناحرات والتحزب ما بين الحزبين الكرديين وبين الأكراد وستتسع، أنا أعتقد أنها ستتسع هذه الاحترابات فيما بين الحزبين وأحزاب أخرى يعني ظهرت على الساحة الكردية. طيب سيد ربيعي، كما ذكرتم أنتم هناك تدخلات خارجية بالنسبة للأكراد، هناك صراع دام بين الحزبين، لكن تعتقد أن هذه المشاكل ربما ستدفع كردستان مرة أخرى إلى الانفصال كما جاء على لسان أحد المسؤولين في حزب البرزاني؟ هل سينجح ذلك الانفصال مرة أخرى، طرح موضوع الانفصال مرة أخرى؟ لنأخذ جزئية من تصريحات البرزان الأخيرة إلى الجزيرة والكل سمعها أعتقد. قال أن بغداد حسب رأي السياسي هو أنه بغداد يعني أصبحت لينة إلى حد ما باتجاه تنفيذ المطالب الكردية، ولكننا اتجاه الانفصال واتجاه الاستفتاء مرة ثانية هذا أمر لا بد منه. هذه طبعا في أذهان الساسة الكرد أنه لا بد أن يكون هناك استفتاء، لكنهم نسوا أن هناك في احتراب داخلي كردي بين القيادات سواء على المصالح الذاتية أو المصالح السياسية أو حتى الوجود الكردي. هناك سياسيين أكراد يعني يتخوفوا من كينونة الأكراد في هذه المنطقة، لأن هناك قوة كبيرة جدا، قوة إقليمية، قوة دولية، أو قد تكون حتى هناك قوة إقليمية أو قوة خارجية قد ساعدت، حتى دول عربية ساعدت وتساعد على الانفصال، لكن بعض الأكراد والسياسة الأكراد القديمين يعني يروا أن هذه الخطوات يعني ليست بصالح الشعب الكردي كشعب كردي منفصل عن العراق. لو هم أرادوا فعلا أن يعني لا يصعدوا هذه السقوف السياسية باتجاه العراق، عليهم أن يبدأوا باتجاه وطني حقيقي. هم الأكراد يعني أخذوا حقوقهم بالكامل، لا
لكنهم زحفوا زحفوا لسبب بسيط، لأنه ليس هناك من قرار سياسي سيادي حقيقي في بغداد. لو كان هناك قرار سياسي سيادي حقيقي ورجال قادرين عن أن يقولوا لأي من يتجرأ على العراق وسيادته لا، لما تجرأوا في هذه المطالب ولا تمددوا بهذا الشكل المجحف بحد بحق العراق وبحق وجود العراق. سيد رباعي، بشكل عام يعني المحاصصة خاصة في بعد انتخابات 2018 عادت هذه المرة ربما تكون أكثر من أي وقت مضى بشكل معلن، وهناك اتفاقات قبل كانت تجرى الاتفاقات تحت الطاولة، الآن هناك اتفاقات معلنة. لكن هنا أين مصلحة الشعب العراقي؟ هناك من يقول أن الذين قد ذهبوا إلى الانتخابات أصبحوا السكينة التي ذبحت مستقبل العراق بإعطائهم الشرعية، كيف تقيم ذلك؟ سيد الكريم وليسمع المشاهدين، يعني المنظمات الدولية هي التي أقرت بفساد وعدم شرعية هذه الانتخابات ونتائج الانتخابات التي لم تتجاوز 30%، ولتكن هي هذا الحد الأقصى لهذه النسبة بكل ألسنة السياسيين. يعني هناك أسماء كثيرة جدا يعني مرشحة للحكومة لم تحصل على صوت واحد، فهذه العملية كلها طبخة سياسية قذرة تدور من خلال مصالح وأجندات خارجية، بالتالي ليس هناك انتخابات حقيقية. والعراق فعلا يعني بدأ بعض العراقيين يحسوا أن هناك خطر داهم يهدد مصالح أبنائهم، يعني مصالح مستقبل أجيالهم. نعم. ولهذا أثاروا في مناطق الجنوب مثلا، وهذه تأتي تباعا لما حصل في المنطقة الغربية، وأخوتنا في الرمادي ولهم السبق في الرفض في رفض أي عملية سياسية. من عمان السياسي العراقي المستقل لطيف الربيعي، شكرا جزيلا لكم.